ايضا على الهاتف المهندس عادلي القيعي رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي. باشمهندس عادلي مساء الفل. مساء النور يا استاذ محمد. الف مبروك النهارده الفوز رغم الدراما اللي حصلت. اتفاجئنا بدراما كده في اخر ربع ساعه في المباراه الحقيقه غير متوقعه خالص. يعني ما هي بقى دي يعني ده اللي حل الفوز برضه. اثاره كره القدم. بصراحه. يعني هي لا تامنها. يعني والناس بتجهز نفسها خلاص ماتش خلصان. تبص تلاقي جولين سيطرة كاملة و2-0 طبعا. يعني الماتش يعني كان واضح ان الاهلي واحدة من اجمل مبارياته صراحة. خلال الفترة الماضية دي بحالها يعني. ومجهود ضخم في الشوط الاولاني لا لا ده جميل كمان يعني حتى الاجوان اللي جت كلها اجوان حلوة وملعوبة ومش وليدة الصدفة. دليل برضو ان انا بحب الفوز اللي ما يكون بجدارة. يعني انت عارف الماتشات اللي بتبقى البطولة من خلاص انت وصلت النهائي يعني هو ماتش البطولة. فالناس تقول لك المهم النتيجة مش مهم الاداء. النهاردة يعني الجدارة كانت واضحة انك انت ممكن تفاجأ بهدفين واكسترا تايم ولكن ترجع تكسب بهدفين تاني. انا بقول هذا الجيل عمل حاجات يعني الناس مش واخده بالها منها وربما يكون من ناحيه الانجازات هو الاكثر تحقيقا للبطولات. الجيل ده طبعا عدلي. انت عارف انتوا اكتر نادي على مستوى العالم دلوقتي يا باشمهندس عادلي محقق بطولات؟ عارف المعلومه دي؟ ما هو استاذ محمد يعني احنا الكلام ده لما بيتقال بيقول لك ايه يا عم انت لا دي ارقام نفسك. معلش دي ارقام مش يعني دي اصل دي ارقام انه الارقام تعب اصل الارقام دي بعد الارقام دي ما فيهاش راي ده رقم يعني معلومات يا يعني. استاذ محمد بص الاهلي يعيش فتره جميله يتخللها بعض الهبوط والتذبذب في المستوى مش في النتائج في المستوى. ليه؟ لانها طبعا انت بتلعب عدد كبير جدا من الماتشات لا يمكن هتبقى على هذا القدر من التألق والجاهزية في كل ماتشاتك وفي كل لحظاتك مستحيلة يعني مظبوط. لكن تيجي من تحدي كبير فيها يعني انا بزعم انا تقريبا ما عدا بطولة واحدة انا عصرت كل البطولات اللي الاهلي راحها بتاع كاس العالم. انا شايف الاداء بتاعنا في هذه البطولة هو الافضل. لا ماتش اتحاد جدة الاداء بديع حتى ماتش في روم حتى الماتش اللي خسرناه البرازيل الاهلي كان افضل وكان في بينالتي ما اتحسبش. احنا قدمنا شوط عالمي يعني الشوط الاولاني يعني طبعا طبعا يعني اذا الكفاءه والقدره وانك حتى يوم ما تخسر تكسب الاحترام هو ده دي الفرق الكبيره بقى. انك انت الناس تتكلم عنك باحترام. النهارده الاتحاد الدولي يعني بجد بينظر الاهلي وكانه ظاهره. يعني كل ما تشتد ظروفه وصعوبتها بقدر ما يتواجد ويتالق. لكن يعني هو برضو انفانتينو معذور من ساعه ما ظهر اصلا في الاتحاد الدولي ما بيشوفش غير الاهلي. هو قال كده. ما هو انت على فكره انت ساعات تدفع ثمن دي. يعني بلاتر قالها وانفانتينو قالها. يا جماعه هو ما فيش غير الاهلي؟ وبعدين تجد الناس اللي تحاول تشوه لك هذه الانتصارات وكانها عيب. يعني كان الاهلي يجب ان يخجل انه بيكسب انه يحقق هذه الانتصارات. انه بيكسب بقى زي ما ريال مدريد بيخجل وزي ما يعني حاجه انا ما شفتش كده في العالم ده طبعا. الناس اللي تقعد تضحك على نفسها وتصبر نفسها بس ده هزار يعني ده هزار يعني لا مش هزار ده وصل الى قناعه ان البطولات بتاعت الاهلي ايه يعني اللي انت بتعمله ده. في حين ان انت لما بتجيب جون حلو ولا بتكسب مكسب حلو بتفرح. فالاهلي خلاص بقى يعني يعاقب على انه اعتاد على النتائج الجيده والالقاب. لا هو الاهلي طول عمره بياخد الامور بجديه. النهارده عامر عبد الله حتى المعلق الاماراتي الجميل معرفش سمعته النهارده ولا لا. لا ده ايه ده انا سمعته في لقاء ده جميل كان معمول اعتقد كان هاني حتحوت عامله ممكن مش عارف ما هو وبلال المعلق بلال علام وده الجميل برضو فالراجل الكلام لو تجيب تسمع الكلام اللي قاله قال بعيدا عن الانتماءات تعال نحلل الاهلي
وحط الاهلي في المكان اللي يستحقه. بصراحه هكذا ينظر. هي دي محصله كل ما تفعله. فلما اي واحد يقلل منك ولا يسخف منك عشان كده بقول لك سيبك ده يعني ال 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 يعني طول عمر الاهلي بياخد امور بجديه. بقول لك حتى عامر عبد الله النهارده بيعلق قال لك ايه، مصر فيها 115 مليون بيحبوا الهزار الا الاهلي، كل حاجه عنده جد كده ما بيعرفش يخسر، لازم يكسب كل حاجه. انت عارف ان الموضوع ده على قدر ما هي كلمه تبدو فيها افيه لكن بتلخص حاجه مهمه، بتشعر على حقيقه مهمه جدا. ان هذه الجديه انتقلت الى ذهن المشاهد فاصبح مش مستحمل انك انت حتى تضيع فرصه، مش تضيع بطوله لما ده بس يعني قدر الاهلي تكسب ثلاثه يقول لك انت المفروض تكسب سبعه. جمهور الاهلي يا جماعه استمتعوا. لا اقول لك ايه، ده الاهلي ده انت لو تعادلته مش خسرت. لا بقول لك تكسب ثلاثه واربعه يقول لك انت ضيعت، كان ممكن تكسب سبعه. لا جمهور الاهلي بصراحه، وده عظمه الاهلي وجمهوره بصراحه يعني. يا سيدي ربنا يديم المعروف ويخلينا جمهورنا الذي يثق في فرقته ويؤازرها. وعايز اقول للجمهور بس اللي صبر بينفذ ساعات ويهاجم بعض عناصر اللعبه في النادي الاهلي بالراحه شويه، لان دول في الاخر هي الادوات اللي بتسعدنا. والله كل الناس عايزه يعني تطلع قلوبها وعينيها عشان خاطر تسعد جماهير، فبالراحه شويه علشان يعني ما حدش يحس بالاحباط ولا يحس بعدم التقدير. يعني ممكن نقول النهارده انتوا عاتبين عليكم وبتاع، لكن ان احنا نحط لعيب في دماغنا او ان احنا نذكر يعني النهارده طاهر مثلا كل الناس بتجمع لانه ادى اداء رائع. مظبوط. لو تخش على السوشيال ميديا اثناء سريان المباراه البعض، وهو نفس البعض على فكره انا اعرفهم، لو استطاع كويس جدا النهارده جدا، متحاملين ليه يا جماعه؟ الراجل ادى هذا الاداء الرائع، نسقف له وعايزين منه. لا وكان ايجابي كمان في الفتره يعني فتره يعني الماتش لما داء كان ايجابي جدا طاهر بصراحه. يعني نرجو ان كل لعيبه الاهلي ما حدش بيبخل بجاه، وجمهورنا الرائع الجميل ده بيشوف لما بيقف ورا يعني النهارده الجمهور وانت 2-2 عظمه الجمهور ان ثقته لم تهتز بفريقه، هو ده خلاك كملت ورجعت. وان البدلاء اللي الناس كانت زعلانه من التغييرات البدلاء هم اللي كسبوه، هم اللي كسبوا صح. طب انا هقول لك بقى على حاجه، مش انت عارف الدراما اللي حصلت في الماتش ده عشان ايه؟ القدر عاملها ليه؟ عشان مودست. عشان مودست ياخد فرصه جديده طبعا. لا ده مودست يعني اسالني انا. انت طول ما انت ماشي الناس بتسالك يا جماعه، مفيش سيره غير مودست. مودست جايبه مواصفات معينه الراجل عايزها، لازم يقابلها اداء معين عشان تستفيد من هذه المواصفات. واحده واحده هتيجي، واحده واحده هتيجي، وهذا بيتيح لك نفس انك انت وانت بتدعم بقى الفتره الجايه تبقى يعني بتختار بهدوء وبتختار ما تفكرش في الفيرود. لا ايوه طبعا. لا ما انت احنا والله شغالين بشكل موضوعي وعلمي جدا، واداره السكاوتنج عامله مجهود لو تعرف. يعني بعدين هتيجي لحظه نحكي بعد ما نخلص فتره الانتقالات هتشوف المجهود اللي عملوه. انا بقول ده عامل سعاده في النادي الاهلي 2023، يعني اختتم بلقب مهم فاصبح عامل سعاده. انا سميته سيد المواسم. سيد المواسم؟ طبعا. ماشي. ليه سيد المواسم؟ لانك مش في كره القدم، ده انت في كل الالعاب. مظبوط. في اليد والسله اللي اقول لك ايه البخل بتاع البخل ده الاهلي حجم الانفاق لو يجي لك الرقم الانفاق على مع المهندس خالد مرتجي بيقول لك يعني 1.3 مليون دولار كل شهر، كل شهر بس العمله. الفكره دي العمله الاجنبيه فقط. ده الفكره. وازاي انت المجهود بتاع تدبيرها؟ والحمد لله ان البطولات هي اللي بتساهم في 90% من تدبير هذه العملات. انا قعدت اقول له بقى، انا اقول لك انت دخل لك كام السنه دي من البطولات، قاعد يكبر في وشي ما رضيتش اقول له بقى. لا لا سيبك من التفاصيل. مش عايز تقول بما انه عامل سعاده وسيد المواسم، مش عايز بقى حضرتك بحكم ان انت برضه رئيس مجلس اداره شركه السعاده في النادي الاهلي برضه شركه الكوره، تقول خبر حلو للاهلاويه؟ الخبر الحلو هنسمعه بعدين،
وهم يقيموا إذا كان حلو ولا لا، وإذا كان هناك جدوى من هذه الشركة ولا لا. وما أحبش أتكلم بدري، دعنا ننهي ما في تدعيمات في يناير. مش بس التدعيمات يا جماعة، الشركة بتتحرك على محاور كتيرة. أنا فاهم أنا فاهم. إحنا بنأسس لنموذج كل الأندية اللي عايزة تعمل شركات هنريحها جدا، لان ما عندهاش مشكله حتى تاخد الكتالوج بتاعنا وتنفذه. هو الاهلي دايما سباق في الحاجات دي بصراحه، الحاجات اللي وانت لما بتخلق حاجه من العدم انت بتتعب جدا. مظبوط، بس هو الجمهور عايز يسمع، يعني هل في تدعيمات يا عم؟ الجمهور لازم يسمع من غير اسماء. في تدعيمات، ان احنا مش منعزلين في تدعيمات عن حاجات الفريق، ان احنا مش منعزلين عن طموحات جماهيرنا، ان احنا بنبذل كافه الجهود على كل المستويات عشان نحقق لهم اللي هم متوقعينه. احنا ننظر من الان الى 2025 ازاي الفريق ده يروح امريكا بالشكل الحلو. من دلوقتي بتجهزوا الفرقة 2025؟ ما فكرتش كده، انت تتجمد. مظبوط. طيب ايه برضو عمر كمال بيقترب، سيبك من التفاصيل، مش هقول تفاصيل. ده بابا نويل بيدي هدايا في راس السنه. حبيبي بابا نويل، ما انا قلت لك اهو، انت هدايا في راس السنه. ده انا وصلتك ل 2025 عايز انت. انا لسه هستنى ل 2025. لا لا طيب. طب مش عايز اعرف تدعيمات. انا مش مصدر، انا في التفاصيل مش مصدر. طب انا مش عايز اعرف تدعيمات، بس هل في مرونه مثلا؟ ديانج بيتقال انه جاي له عقد، ما اعرفش. يا حبيبي كل الامور تؤخذ بجديه، بس تكون جاده. مش راغي العرض يكون جد، مش مش راغي، مش مجرد حد بلغ او سرب خبر. لا ده نازل عندما تكون الامور جادة تنزل. ده نازل في الميديا القطرية بس، مش عندنا. هتدرس بجدية ولصالح اللاعب والفريق. طب في لعيب من اصل فلسطيني قالوا الاهلي بيفاوضوا، صح ولا غلط؟ بس وسام ابو علي ده صح ولا غلط؟ لا تعليق. لا تعليق، بس خد بالك عشان كان جاله مشكلة في القلب و... ما تفهم بقى. يبقى لا. ماشي. يبقى لا. اسال اللي عصروني. ها هيقول لك بعد عصرك قدي. يا باشمهندس ده احنا 20 30 سنه. بقول لك ايه، دعنا الاول بس نشتغل. وعشان تعرف اكبر عدو للنادي الاهلي ايه دلوقتي؟ التوقعات العاليه جدا. انت يعني من كتر ما انت بتكسبوا البطولات انت اللي علته سقف. انا هقول لك بس اصبر. من كتر الناس ما اتكلمت على الفراوده بقت صعب تقتنع باي فرود. يعني انت وده اللي استنينا عشان وده الدنيا مش ماشيه كده. ادي احنا شايفين بنزيما عامل ايه دلوقتي، واول سنه الكريستيانو كان عامل ازاي. مزبوط. مش دول احسن اتنين فراوده في العالم؟ مظبوط مظبوط. وعلى فكره كريستيانو مش راس حربه ولكنه هداف العالم. العبره النهارده انت تستطيع ان تزيد من الفاعليه الهجوميه بتاعتك ازاي. احد الوسائل طبعا وهو وسيله مهمه جدا الفيرود ده قد يكون بشكل مباشر من خلال تسجيل اهداف، او بشكل غير مباشر من خلال المساعده على تحقيق او تسجيل الاهداف. دي مواصفات اللي بيحددها المدرب، واحنا بنسعى نجيب له اللي هو عايزه. تمام. وباذن الله ادعي لنا ربنا يوفقنا، والناس تصبر على اي اضافات تيجي الفرقه ويدعمها عشان تستوي كده على نار هاديه. وتحقق المطلوب منها. هو عشان حضرتك مطلع بس على لوائح اكتر مني اكيد، هو اللعيب الفلسطيني بيتايد ولا بيتايد محلي ولا بيتايد اجنبي؟ ما هو لا، اللعيبه الفلسطينيه لا، ده قرار. اصل اسامه ابو علي ده من اصل فلسطيني. يا فعلا. باشمهندس عادلي ببارك لك والله بجد على المجهود اللي توج، مجهود ضخم الحقيقه بتقوم بيه اداره الكوره بالكامل في النادي الاهلي ومجلس الاداره وشركه الكوره وكل لعيبه والجهاز الفني وكل الناس، وخير تتويج لسنه 23 بالنسبه للنادي الاهلي هذا اللقب، خصوصا ان هو في توب جديد كمان، يعني اول مره اربع انديه والاهلي بحق اللقب. بس انا بس بما انك اتكلمت في كده، هو احنا عملنا لهم اربع انديه مش عشان نضاعف الجائزه؟ هي نفس الجوائز؟ 250 الف دولار دول ما يجيش نص المكافئات اللي في اللائحه للعيبه. يعني حاجه غريبه جدا انك تكسب بطوله عشان تخسر فيها فلوس. يا اخوانا ليس هكذا تورد الابل على راي ابراهيم المنيسي. 250 الف دولار دلوقتي جائزه البطل؟ 250 الف دولار. يا
بس والثانيه 125 والثالث 5، يعني انت بتدي 75000 دولار والرابع ده باي باي، طب بتدي له 50000. الرابع بياخد 50 اعتقد ولا ملوش؟ ما اعرفش، ما سمعتش. بياخد 50 عشان خاطر يبقى المجموع 500 في الاخر، هي دي بتقسمها كده. بياخد 50. النهارده لازم نحيي جدا جدا فرقتين الحقيقه، يعني سيراميكا كليوباترا لعبت ماتش رائع ده النهارده، بص، وضع فرصه هي لا يمكن الا ان تذكر في كتب التاريخ. ده غرائب وطرائف، ما فيش غرائب ولا طرائف. ده عدت الليفل المستحيلات. احمد ياسر، انت مش مطلوب منك غير انك انت عندك كل المساحه دي انك تزقها كده بس، او تتمشى بيها لحد جوه، خش بيها. انما هو فكر ما اعرفش ليه يحطها في الزاويه اللي جنبه، فجت في العارضه. دي كانت المواجهه اللي بيقول لك ان سيراميكا مش هيكسب النهارده. وخد بالك عشان حضرتك الفرصه دي اللي لفتت الانظار لانها غريبه جدا لم تحدث، انما سيراميكا مضيع 4-5 تجوال برضه انفرادات ما يدعوش. لا بصراحة. ما بدليل جاب جون بعد كده، هو مضيع فرصتين قبليها، والجون برضه مضيع في حته منكم، وجايب جون ومضيع فرصه بعديها. يعني الجول برضه في حته منكم برضه. سيراميكا عمل جيم محترم. هايل بصراحه. جدا جدا. بصراحه. ويعني خسر بضربات الترجيح وده يعني وارد. والفرقه الثانيه بتقول تحيي فرقتين، الفرقه الثانيه انما فيوتشر كمان عمل في هذه البطوله مسيره جميله جدا. بصراحه. فانت كنت الفرقتين اللي انت متصور مش هيحققوا شيء طلعوا بقدر كبير من الاعجاب والاحترام. وده بقى بيقول لك ان الكره المصريه لا دوري قوي وفرق قويه والمستويات متقاربه. ما ذكرتش بيراميدز. نعم. لا بيراميد ما حققش المطلوب منه. يعني انت بيراميد الراجل قال لك في المؤتمر ده انا اول الدوري الناس زعلانه ليه، تاني يوم زد خد الاول. يعني لا ما هو شوف انا يعني كل مدرب بيدافع عن فرقته وكل مدرب بيوضح اللي جاي، انا ماليش دعوه ان انا اعلق على المدرب بيقول ايه، لكن انا بقول لك انت لو سالت الناس في عاشور عايز اقول له امام لا تلتفت وما تشغلش بالك، واللي بيحبك اكتر بكتير جدا من الشامتين. الشامتين طبعا دول مش شامتين فيك انت، ده شامتين فيك وفي النادي الاهلي وفي زمايلك وان ايه بطوله كاس العالم دي، ولو طلعت الثانيه يا اللي خسرت من المان سيتي، يعني هيفضلوا يعني انت غريبه جدا انت تبقى بتاخد الدكتوراه عشان ما خدتش فيها امتياز. تبص تلاقي الناس اللي هي يعني بتفك الخط تتري عليك يعني. عموما يا باشمهندس عدلي انا بشكرك جدا وبرجع تاني اهنيك طبعا مره اخرى، ابارك لك على الفوز بكاس السوبر وخير ختام لسيد المواسم يا باشمهندس. سيد المواسم كل سنه طيبين، والسنه الجايه تكون محقق لنا كلنا اهم الامنيات، ويا رب احفظ مصر واهلها، يا رب احفظ فلسطين واهلها، يا رب احفظ المنطقه العربيه من كل شر يا رب ومن كل داء ووباء وبلاء يا رب باذن الله. يا باشمهندس عدلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كان معانا المهندس عدلي القيعي.